النور، صباح الخير. كي دايرين لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم غادي ندير لكم واحد الفيديو على حساب الحبل، كيفاش نقضوا الحبل. الحبل هذا يعاونكم بزاف باش تطيحوا الوزن ديالكم وباش تحرقوا لي كالوري وتاكسيليريو لو ميتابوليزم. شوفوا لي ميتابوليزم ديالكم كيحرق الدهون. الحبل هذا يعاونكم بزاف لحقاش كيربي السكر، يعني كما كنقولوا حنايا يعاوننا باش تكون عندنا طاقه، باش يعني باش كل نهار تكون عندنا داك الطاقه باش نديروا كاع داك الشيء اللي خاصنا نديروه في النهار. كنوليو يعني قويين، كتولي الدات ديالنا ما كتعياش دغيا. كنبداو بشويه بشويه، راكم انتم ما كتعرفوش تنقزوا الحبل. كنصحكم يعني تبداو بالحبل. هانتوما كنلاقيو رجلينا بحال هكايا شي شويه هكا، والبزاف ديالنا كيكونوا ما امكن اللي بغا ديالنا محطوطين هنايا. وفاش كندورو الحبل ما كندوروش اللي بغا كاملين، كندورو بالبوانيه. هانتوما نبداو نقزو بلا حبل هكا بحال هكا. ندير واحد 10 ديال التيكوزات، حتى 20 باش نسخنو. هانتوما كتشوفو معايا نقزو لي بوانت ديال الرجلين، ماشي بالرجل كامل هكا، نو هكا. فوالا، هادي هي التنقيزات، يعني لا باز اللي مكيعرفش ينقز. أبخي كاينين بزاف ديال التنقيزات، مي هادوك نخليهم بوغ أبخي. دابا غادي نبداو أن سيركوي اللي غادي يكون غادي نديرو 30 ثانية ديال التنقاز و 30 ثانية ديال الروبو بالنسبة للناس اللي يلاه بادين يعني لاكور. ألوغ بالنسبة للحبل، أنا هاد الحبل شريتو من ديكاتلون، يعني حبل زوين ديال السيليكون. كنصحكم يعني لابد تبداو بأي حاجة عندكم في الدار، عندكم مقلبة، عندكم شي كابلي، يعني أي حاجة عندكم في الدار باش تنقزوها راه مزيانة. ألوغ غادي نبداو نديرو أن إيشوف مو، غادي نبداو نسخنو، نديرو واحد 30 ثانية وغادي نبداو نسيركلو. هانتوما كيما كتشوفو معايا رجلي حدا بعضياتهم، كيتحركو على بوانية ديال يدي، مكنحركش يدي كاملين. ألي سي باغي. دابا غادي نسخنو. عاوتاني 30 ثانية. كنديرو 30 ثانية للبنات يعني اللي مبتدئات، يلاه بادين الحبل. الناس اللي باغيين يديرو دقيقة تيقدرو عليها، يكملو دقيقة ويرتاحو 30 ثانية. على فان ديال هاد لو سيركوي غادي نديرو واحد لابارتي ديال غنبقاو نقزو الحبل. فاش غادي نساليو هاد لو سيركوي غنبقاو نقزو الحبل، يعني تنعياو دقيقة جوج دقايق اللي قدرتو عليها باش كت يعني كتعطيو الجهد شحال ما قدرتو كلا فوق.
عاوتاني 30 ثانية. الحبل راه كيسخف، لا صوت يقول لكم، ولكن نرتاحوا ونعاودوا من جديد. اون ريسبير، ما نساوش لا ريسبيراسيون. واخا نتاكلو خاصنا نكملو. هاي فوالا، ارتاحو عاوتاني. اون ريسبير، نشربو شي ديال الماء. كملوا، الا تاكلتوا في الحبل ولا يعني غلطتوا سي با غراف، خذوا الحبل عاوتاني وكملوا لا سيري ديالكم، ما توقفوش. فوالا ارتاحو عاوتاني، نشربو شي ديال الماء. مي سي نورمال، خاصكم تكملو معايا حتى اللخر، متخلينيش بوحدي. عرفت فاش كنديرو الرياضة كنحسو براسنا بحال هكا وكنعياو، الشوك ديالنا كيطلع، راه هكا باش كنوليو مجهدين وكنوليو شاطر ونعطيو كثر. بحال هاد المرة قدرتو ديرو هاد لو سيركوي، لا بخوشيام فوا تقدرو ديرو هاد لو سيركوي فوا دو، يعني تعاودو اون اوخ فوا ونتوما غاديين بحال هكا. ريسبير، نشمو الهواء وناخدو طاقة إيجابية. علي اون ريكومونس. On respire, on lâche pas. Comme le maillot de vidéo. Neuf sous bien. Allez, on va.
كتير بيان ما بقاوش انا ما شفتوش الميكس الداخل ولا شبالي فيه كملوا معايا هذا سي اخوي باش تحرقوا لي كالوري وتشرب بيه السفل وتوليو صحاحات علي اون كومونس سيت فوا غادي المره الاخرى اي ابخي غادي نديرو هذيك اللي بالديكور غتبقاو تنقزوا الحبل علاش ما قديتو لو ماكسيموم ديالكم علي سي بارتي كملوا 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 هذه 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 عليك سيبيانتو شيني فوالا غادي نرتاحو 30 ثانيه اخرى ونكملو على حساب الاخر شادين شحال ما قدرنا شحال ما قدر خير بنات بقاو شادين معايا خلينا لو سيركوي ديالنا غنشرب شويه ونرتاح ونهضر معاكم انا عندي ارتاحوا نتوما ارتاحيت واحد جوج دقايق نقدر نهضر معاكم الو باش نكملو لا سيونس ديالنا نقدروا نديرو شويه ديال لي زيتيرمون نجبدو مزيان مزيانين العضلات مزيانين الظهر بزاف ديال الحوايج مزيانين باش باش كنخففو باش كنوليو يعني كنديرو بزاف ديال الحركات بلا ما نعياو لي زيتيرمون شي حاجه مهمه بزاف البنات يعني تقدروا ديروها كل نهار في الصباح فاش تفيقوا انا نوريكم دابا شي حركات الحركه الاولى هي يعني خاصنا نقدروا نوصلو لرجلينا
نوصل لهاد البلاصه هادي كنجي. سيونس ديالنا سالات اليوم، كنتمنى تكونوا عجباتكم وتستافدوا منها باش تحرقوا الدهون وتوصلوا للهدف ديالكم ان شاء الله. وانا غادي نقول لكم على بروشي فيديو ان شاء الله، ولا عجبتكم هاد لا فيديو الا عجبتكم فريمون ديروا لايك وتابونوا في القناه الا كنتو باقيين ما تابونيش باش نكبروا هاد لاشين. وما تنساوش تخليوا لي في كومونتير الافكار ديالكم ويعني الوزن ديالكم يعني التجربه ديالكم مع الريجيم ويعني وتعطوني افكار. إذا كان عندكم شي افكار عطيوها ليا خليوها في لي كومونتير تحت، وانا غادي نحاول ندير دي فيديو اللي يعني يعجبوكم نتوما. فوالا ميرسي بوكو.